سلام، اليوم غادي نقدم معكم صابلي بطريقه جديده وجميله. غادي نحتاجو اول حاجه 250 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ. غادي نضيفو ليها 250 غرام ديال الماء طيب ونخلطو كل شيء مزيان. كنضيفو كاس الا ربع ديال النشا. المكونات بالغرام اسفل الفيديو. من بعد ما كينساجمو ليا المكونات كنزيدو كاس ديال السكر كلاصي وكنستمرو بالتحريك. غادي نضيف واحد كيس ديال الفاني. وهنا غادي نضيف القليل من البودره ديال الفلون بنكهه الشوكولاته، تقدروا تختاروا اي نكهه. نضيفو تقريبا واحد ملعقه كبيره. من بعد غادي نحتاجو للطحين، غادي يكون حسب الخليط لان كل طحين والنوعيه ديالو. وغادي نضيفو معاه البيكين بودر، زوج ديال الخمارات ديال الحلوه، وغادي نعجنو الخليط ديالنا مزيان. من بعد ما كتوجد لنا العجينه ما تندلكوهاش بزاف وكنخليوها كترتاح لمده ساعه في الثلاجه. هنا غادي ناخذ اي نوع ديال كورنفليكس عندكم في الدار وغادي نحاولوا نطحنوه شويه ولا نهرمشوه. من بعد غادي نحضروا كويرات من العجين بعد مرتاح، كويرات اللي غادي يكونوا قياس واحد. غادي نفندوهم في الخليط ديال الكورنفليكس بهذه الطريقه، ومن بعد غادي نحطوهم في الصينيه ديال الفرن. تقريبا حضرت بنصف ديال العجينه الشكل الاول، والشكل الثاني غادي نحضر به النصف ديال العجينه الاخرى. فغادي ناخذ العجينه ديالي وغادي نشكلها بشكل عمود طويل. حاولوا ترققوه لانه في الفرن كيتضاعف الحجم ديالو. وبنفس الطريقه حتى هو كنفندوه في كورنفليكس. كتقدروا تقطعوه عاد تفندوه، اولا تفندوه في الاول عاد باش كتقطعوه.
من بعد غادي نقطعوه بالقياس اللي حنا بغينا. غادي نوضعوه في الصينية ديال الفرن وغادي ندخلو البسكوي ديالنا. الفرن ساخن، درجة الحرارة ديالو 180 درجة، كيطيب كيتحمر وتنخرجوه. الشكل ديالنا الأول واجد، زينته بشوية ديال السكر بودرة، وغادي نزينو كذلك حتى بخطوط ديال الشوكولات كحل. والنتيجة كما كتشوفوا رائعة، والأجمل أن بهذه الطريقة كنخدموا الصابلي بكمية مضوبلة، يعني بحالا كنديروا 250 غرام ديال الزبدة وتنعاودوا نديروا 250 غرام ديال الماء، كنضوبلوا الكمية. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وبسلام عليكم.